دلوقتي معايا تليفون تاني من بنت الأكابر، بنت الأصول، بنت الأساتذة الكبار قوي، بنت صفحتين من صفحات تاريخ الفن في مصر، ومرات أخويا وحبيبي وحبيبتي المحترمة بنت الأصول الشيك الذوق رانيا محمود ياسين. يا هندوشة، ايه ده المفاجأة الحلوة دي؟ يا ايه انت، ايه المفاجاه الحلوه وايه الجمال ده وايه الحلاوه دي والانطلاق الله لا 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 بصي، اللهم صل على النبي، الله اكبر ما شاء الله ولا قوه الا بالله، الله يخليك. القمر وبرنامج ان شاء الله يعني مبشر بالخير، وانت بنت البلد بجد الجدعه الست اللي دايما بتقف كده في كل المواقف، هو برنامج اسمه على مسمى يعني، الله يخليك يعني بجد لايقه عليك الاسم لان انت فعلا فيكي هذه المواصفات، الله يخليك، انت فعلا بنت بلد وجدعه وام جميله وفنانه جميله ومذيعه شاطره جدا جدا، وبتقولي خايفه، خايفه ايه؟ الله يخليك. انا خايفه الكلام ده تجيب للناس ثانيه. يا رنوشه ما انت عارفه يعني انت بنت الاساتذه، وعارفه ان الاساتذه الاستاذ محمود ياسين الله يديله الصحه والعافيه ويخليه لينا، والاستاذه الهانم الاستاذه شهيره لحد دلوقتي لو دخلوا عمل هيبقوا مرعوبين، وانتي ورياض حاسه بيكي، الهوا صعب بيبقى مقلق، والهوا فعلا ملوش دواء. صح. رانيا انا بحبك قوي ومتشكره جدا لدعمك وانك لا لا ده اقل واجب يعني، وانا فرحانه جدا بوجودك النهارده على الشاشه، وانك بتعملي بروجرام جديد، والبروجرام بتاعك الاولاني كان جميل ومميز حبيبتي. ومختلف، وان شاء الله ده كمان هيبقى جميل ومختلف ومميز، وهتعملي فيه حاجه حلوه وده المعتاد بالنسبه لك، وانت دايما يا نسوه بتخلصي قوي وبتجتهدي قوي، فربنا ان شاء الله يديكي على قد اخلاصك واجتهادك، لان انا عارفه قد انت يعني بتشتغلي بقلبك، ما بتبقيش بتاخدي الموضوع مساله احتراف او سبوبه وتخلص، لا 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 انت بتاخدي الكلام ده، انت بتشتغلي بجد من قلبك وبتجتهدي بجد، فانا عارفه ان ربنا ان شاء الله يكرمك جدا. اللهم امين يا رب يكرمنا جميعا، وفوق دماغي اتصالك، وسلمي لي على محمد وعلى عمر وعلى ادم، ربنا يحميهم لك. ربنا يخليك يا رب ويوفقك يا حبيبتي ومنوره المحور يا حبيبتي. رانيا بالنسبه للقصه يعني مش متلخبطه او حاجه؟ لان انا عارفه مخضوضه، فاهمه القصه والجو؟ لا يا مش متلخبطه؟ طيب لا ما تقوليش، ولا قصه فيروز في زمانها وهي صغيره. طب والحلق والاكسسوار؟ الحلق والاكسسوار كله تمام؟ الله يخليك يا حبيبتي، الله يسعدك، الله يسعدك يا رانوش. قمر زي يا رب تشرفيني، يعني اتمنى تشرفيني انت ومحمد. وان شاء الله يا حبيبتي ان شاء الله كلموني، انا كنت بس انا اعتذرت ان انا مش هنا مش في القاهره حبيبتي، ان شاء الله اول ما اجي هاجي لك. ترجعي بالف سلامه يا حبيبتي، وسلمي لي على كل اللي عندك، وبوسيلي الاستاذ وبوسيلي ايده. حبيبه قلبي ربنا يخليكي روحي، ودايما موفقه وناجحه وتكسري الدنيا ان شاء الله. الله يخليكي يا حبيبتي، اشكرك حبيبتي، ميرسي يا روحي، معلش. الله يخليك. ايه الجمال ده؟ ما هو الواحد بصحابه الحقيقه، يعني مكالمتين انتصار ورانيا يعني شجعوني كده ورفعوا معنوياتي وخلوني يعني بالبلدي مرحرحه، يعني بعد ما كنت جايه بقى نسيت ان انا لابسه جزمه ضيقه على رجلي والله العظيم، ونسيت ان انا يعني مكياج وبتاع، حاسه ان انا مع اصحابي يعني.